حول موضوع الخبر مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس شورى 2012 الدكتور محمد محي الدين. مرحبا بك دكتور محمد. نواب يحتجون على غياب الوزراء في اجتماعات لجان البرلمان، ما دلالة ذلك برأيك؟ عفوا، أعتقد أن الموضوع بيرتبط أصلا بالصورة الذهنية لكونها البرلمان في أذهان أعضاء الحكومة والحكومات المتتالية للسعادة يعني من بعض الانتخابات. البرلمان للأسف الشديد ورئيسه مع ذلك الجميع كونوا صورة ذهنية سلبية، صورة ذهنية أن البرلمان رغم أنه سلطة يعني مستقلة والصراحة بسلطات ثلاثة الدولة، إلا أنه للأسف الشديد كان يعني في أغلب مش الأغلب يعني في في واقع الحال في كل الأحوال للأسف الشديد إلا ما نظر كان تابع للسلطة التنفيذية، وبالتالي يعني ليس بالمستغرب أن يكون ال ما يفترض من احترام او من تقدير او نوع من التحسب لموقف النواب او موقف رئيس مجلس النواب عند الوزراء ليس موجود، لانه يعني هو انعكاس الصوره الماخوذه ايضا عن المجلس لدى المواطنين، وبالتالي انا لا اتعجب مثل هذه الامور. وهنا الرساله للاعضاء، انتم من فعلتم في انفسكم وفي بلدكم وفي مواطنيكم هذا الامر. طب يخص بالذكر في هذا الموضوع دكتور محمد، يعني وزير الداخلية السابق على سبيل المثال مجدي عبد الغفار رفض كل الاستجوابات التي قدمت له سابقا في البرلمان، وكذلك الوزير الحالي لا يذهب إلى البرلمان، كيف ترى ذلك تحديدا؟ يعني أعتقد أن الوزراء يعني ما يسمى بالوزراء السياديين كالداخلية والدفاع اعتقد انه يعني تحديدا هؤلاء لا يذهبون الا بموقف الساده السياسيه او يعني بضوء اخضر، لانه القضايا التي يفترض ان يتحدثوا فيها او يفترض ان يتم مناقشتهم فيها قضايا لها حساسيه او لها يعني تصنيف مختلف. اعتقد ان زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش مرتبط بوزير الداخليه بس، ولا حضرتك لو جبت حتى يعني احترام تقديرنا للجميع واحترامي للجميع، لكن يعني اقل الوزارات احتكاكا بالشان الاجتماعي او شان المواطنين، اعتقد انه الرقابه الحقيقه بين مجلس النواب كسلطه الشعبيه وبين الحكومه كراس او كجهه يعني طيب. رئيس من اجسام السلطه يعني دكتور محمد تقول ان يعني الوزراء السياديين لا يذهبون الا بضوء اخضر كما ذكرت من قبل القياده السياسيه التي يعني تتمثل في عبد الفتاح السيسي الآن، ألا تعتقد يعني عدم ذهاب هؤلاء بناء على هذه النظرية أو الرؤية التي ذكرت كونهم لا يذهبون إلا بضوء أخضر من عبد الفتاح السيسي، ألا تعتقد أن هذا إهمالا كبيرا للشعب المصري، خاصة أن هؤلاء الأعضاء يمثلون الشعب؟ لا، هم نظريا يعني أنا لا أعتقد أن في أي إهمال للشعب المصري، الشعب شخصيا يعني صنف هذا المجلس مع كامل تقديرنا الأعضاء والرئيس، لكن المجلس مصنف على انه مجلس لا يبحث عن صالح المصريين، ده للاسف الشديد يبحث عن صالح المؤسسات التي يفترض ان تعمل لصالح المصريين، وليس يدل على هذا من طرد يعني رسم 15 جنيه على كل وثيقه تخرجها وزاره الداخليه قبل يعني يوم او يومين، وبالتالي المواطنين حكموا على المجلس، ومن ثم يعني القياده السياسيه ورئيس الجمهوريه او الحكومه لا ينقصهم الحكم على المجلس، وبالتالي التعامل من هذه النظره، لا تنسى ان المجلس شك في الاساس، والكلام ده يعني مش بس انا اللي بقوله وقاله ناس كثيرون بل واعضاء من مجلس النواب نفسه، المجلس في النهايه شك بصوره او باخرى من قبل اجهزه امنيه ومن قبل اجهزه يعني تابعه للسلطه التنفيذيه، فلا تعجب ولا اعجب ولا يجب ان يعجب احد انه يجب ان يكون ضوء اخضر لبعض الوزراء، يجب ان يكون هناك يعني مثل هذه الامور النديه غائبه في العلاقه بين مجلس النواب، لكن توجد نديه ظاهره، يوجد ما يعني ما يبدو ان احترام متبادل، لكن فعليا النديه التي يجب ان تكون موجوده. على ذكر موضوع النديه دكتور محمد، يعني النواب او مجلس النواب لطالما يمرر القوانين الخاصه بالحكومه والحكومه لا تستجيب له في الاستجوابات، اذا لماذا لا يتخذ اجراءات واضحه ضد هؤلاء ضد المسؤولين؟ لانه يعني الغالب الاعظم من اعضاء مجلس النواب سيد رئيس مجلس النواب كلهم تم اختيارهم وتم استمرارهم في عملهم ويتوقعون ان يتم التجديد لهم انتخابيا مره اخرى، طبعا
بعينينا ورضا اجهزه بعينينا، لا برضا المواطن ولا برضا حضرتك ولا برضاي. وبالتالي اعتقد انه الامر يرتبط بهذا المنحى وفقط، لا يرتبط الا ب يعني رضا المؤسسات واجهزه. وبالتالي اذا حضرتك بغض النظر في التصريحات التي تخرج عن معظم يعني النواب للاسف الشديد، تجدها تسير في خط استرضاء القياده السياسيه، استرضاء وزاره الداخليه، استرضاء مؤسسات بعينها واجهزه امنيه، لكنها قليلا ما تلتفت استرضاء المواطن المصري، قليلا ما وجدنا احد يتحدث عن ازمه غلاء الاسعار او عن ازمه البطاطس اللي حصلت في البلد او عن غيرها، لكن كثيرا ما نجد تهليلا لمواقف مؤسسات واجهزه يفترض انها في النهايه جزء من السلطه التنفيذيه وانها في النهايه تخدم المطالب الشعبيه في التنظيم. عضو مجلس شورى 2012 الدكتور محمد محي الدين، شكرا جزيلا لك.